السلام عليكم ورحمة الله. للأسف خبر اليوم، وزارة الأوقاف تمنع إقامة صلاة العشاء في المساجد قبل ساعات من دخول الإجراءات الاحترازية حيز التنفيذ. على بعد ساعات من دخول الإجراءات الاحترازية المشددة حيز التنفيذ التي أعلنت عنها حكومة العثماني مساء أمس الاثنين ابتداء من الساعة 9 ليلا من يوم الثلاثاء للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وبقى بعض القرارات مهمة عند الكثير من المواطنين ومنها ارتياد المساجد. صارعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإخبار القيمين الدينيين برفع آذان صلاة العشاء فقط دون إقامة الصلاة. للأسف، وهو القرار الذي عمد مندوب وزارة الأوقاف بتراب المملكة إلى إبلاغه إلى الأئمة والمؤذنين عبر مراقبي المساجد التابعين للمجالس العلمية، بالإضافة إلى أن القرار يستثني صلاة الفجر ويكون مسموحا للمواطنين بأداء هذه الصلاة في المساجد. متابعين قناة هاني أم يحيى، كان هذا خبر اليوم شاركته معكم، وهو عدم إقامة صلاة العشاء حاليا، وهذا أمر من الحكومة، ولكن صلاة الفجر ستؤدى إن شاء الله في المساجد. نتمنى من الله عز وجل رفع هذا الوباء والعودة إلى حياتنا الطبيعية. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله.